السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ألف شهيوة وشهيوة. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. اليوم إن شاء الله غادي نصوب معكم كيكة بمركز الحامض اللي سبق لي حضرته معكم في القناة، وبالفواكه المعسلة. كتجي رائعة جدا، مهوية من الداخل مزيان، والمنظر ديالها جميل بهذوك الألوان ديال الفواكه المعسلة. داك المذاق ديال الحامض جاي فيها رائع وتستحق تجربة، الصراحة ممتازة. إذا هانتوما تشوفوا كيف كتجي طالعة وكتجي هشيشة من الداخل، هانتوما تشوفوا. إذا تابعوا معايا الفيديو إلى النهاية باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير، وإلا كنتوا باقي ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس وانضموا إلى المجموعة على الفيسبوك، الرابط ديالها في صندوق الوصف. بسم الله على بركة الله. نبداو. المكونات ديال الكيك ديالنا هي هذه. عندي 4 ديال البيضات، ولكن الحجم ديالهم ما كبيرش بزاف، اذا بيضة غير صغور تقريبا من صغير الى متوسط الحجم. كاس ديال الزيت ما عامرش، وكاس ما عامرش ديال مركز الحامض اللي سبق لي حضرت معكم في القناه، وغادي تلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف. القياس يكون بكاس العنبه. عندي هنا ايضا معلقه كبيره ما عامراش ديال داك لو زيست اولا القشره ديال الحامض اللي بقات لي ملي صوبت مركز الحامض. عندي هنا واحد شويه ديال الملحه، واحد قبيصه صغيره، 3 ديال المعالق ديال الماء، وثلاثة ديال الخمارات حمراء، والدقيق كالعاده غادي نعطيكم القياس ملي نكون كنخلط الكيك ان شاء الله. وعندي هنا قليل من الفواكه المعسله للتزيين، غادي نديرها لداخل في الوسط ديال الكيكه، اختياريه، ما بغيتوش تستعملوها ما تستعملوهاش، اكتفيو بالكيك العادي فقط. اذا كما لاحظتوا ما استعملتش سكر، لان هذا مركز الحامض فهو اصلا حلو، فيه يعني فيه قياس ديال السكر الكافي، فعوض ما نستعمل سكر وفي نفس الوقت نستعمل شي سائل عصير او حليب او لا نستعمل ياغورت ولا اي حاجه، غادي نعوض السكر والسائل بهذا المركز ديال الحامض. غادي ناخذ واحد البول كبير، غادي ندير فيه البيض ونزيد عليه الزيت مركز الحامض، وغادي نزيد 3 د المعالق ديال الماء. هاد الماء كيخلي لي الكيك كيجي خفيف، ومن الاحسن في كاع لي كيك اللي كتصاوبو زيدو شي شويه د الماء، الا بغيتو كذلك شويه ديال الخل حتى هو كيخلي الكيك يطلع مزيان. اذا غادي نزيد هذا القشور الحامض مع الملحه، وغادي نخلط كل شيء. اذا هنا نبدا نزيد الطحين، هذا الكاس الاول ديال الدقيق، وغادي نغربل معاه الخميره، 3 ديال خمارات كيماويه، كل واحده فيها 8 غرام. فهذا حيت انا مستعمله 4 د البيضات، كنتو مستعملين غير 3، ممكن تستعملوا غير 2 ولا 2.5 كاع. اذا غادي نغربلهم، وغادي نزيد الكاس الثاني ديال الدقيق حتى هو، ولكن هنا غادي نضيف معاه هذيك الفواكه المعسله. علاش غادي نضيف ديك الفواكه المعسله؟ اول حاجه باش تحل ليا مزيان، لانها كتكون بحال لاصقه حبه على حبه، وثاني حاجه باش داك الطحين اللي غادي يدوز فيها غادي يخليني ملي نديرها وسط من الكيك كتشد بلاصتها، ما كتهبطش في القعر ديال المول، وحتى الا هبطات فما كتهبطش بزاف غير شويه، المهم انها ما تنزلش لتحت وتحرق كلها لتحت وتلصق. اذا بحال هكا، وغادي نحاول في نفس الوقت نحلهم مزيان. اي حاجه بغيتو ديروها في وسط من الكيك غربلوها مع شي شويه الدقيق باش تشد بلاصتها، سواء كانت هكا فواكه معسله فواكه جافه. فهذه استوس مزيانه باش داكشي اللي غديروه لداخل ما ينزل لكمش. اذا صافي غادي نكمل التغربيل، وغادي نبدا كنخلط الكيكه، الا احتاجت الدقيق غادي نزيد.
اذا مازال نزيد شي شويه الدقيق القليل فقط، تقريبا نوصلوا للقوام المطلوب. تقريبا غنزيد غير ربع كاس، ودائما الكميه ديال الدقيق كتبقى على حساب حجم البيض من ناحيه، وعلى حساب كذلك النوعيه ديال الدقيق، كاين اللي كيشرب كاين اللي لا. انا نحاول نعطيكم غير التقريب تكون عندكم فكره، وانتم دائما زيدوا الدقيق بحذر باش ما تدوزوش القياس، معليش تجريوها في الاول وكتبقاو غاديين كتقلوا، اما الا تقلتوها من الاول فصعيب باش غادي ترجعوا تحصلوا على القوام المطلوب. اذا انا نزلت نص كاس كامل ديال الطحين، صافي غادي نكتفي بهذا القدر. ها هو داك اللي تقال لي الخليط، ونحاولوا نخلطوه مزيان. بغيتوا تخدموه بالخلاط الكهربائي بالباتور يعني ممكن احسن كاع. اذا صافي غادي نستمر في الخلط حتى ما تبقاش عندي حبيبات، ينسجم الخليط مزيان، وغادي ندوز باش نخوي الخليط ديالي في المول. اذا صافي الخليط ديال الكيك ديالي ها هو جاهز. عندي غنستعمل هذا المول هذا الطويل، دهنته بالزبده ورشيته بالطحين، وعندي هنا ديك الفواكه المعسله اللي سبق لي غربلتها مع الدقيق. اذا غادي ناخذ هذا المول وغادي نخوي فيه نصف الكميه ديال خليط الكيك او لا اكثر شي شويه. اذا كما كنقول لكم دائما هزوا يديكم اللي تكونوا تخويو الخليط ديال الكيك. صافي هذا القياس كافي، كنهزوا يدينا باش هذاك الخليط يتهوى وبالتالي الكيك يطلع مزيان. غادي ناخذ هاد الفواكه المعسله وغادي ندير شويه منها هكذا نوزعو فوق الكيك، البقيه غادي نحتفظ بها باش غادي نديرها على الوجه. نحاول ندير نصف الكميه والنصف الاخر نخليه. الفرن في نفس الوقت عندي سخون، يعني ملي كنبدا انا دائما ملي كنبدا نخلط الكيك ديالي اول حاجه نديرها كنشعل الفرن عاد كنبدا كنخدم الكيك، باش يلا ملي نسالي يكون عندي الفرن واجد باش نبدا نطيب نربحو شويه ديال الوقت. صافي بحال هكذا، وغادي نعاود نخوي الكمية اللي بقات من الكيك، نحاول انني نغطي هذيك الفواكه المعسلة كلها. صافي دابا غادي نعاود نوزع هذيك الفواكه المعسله اللي بقات، نوزعها على الوجه مزيان. بالنسبه لهذا المول انا عندي كبير شي شويه، يعني مول ديال 4 البيضات. اذا دابا غادي ندخلها للفران ونطيبها على 175 درجه اولا 180 درجه تقريبا، بين 175 180 كل وحده كتعرف الفرن ديالها. فانا كنعطي القياسات ديال الفرن ديالي، هنا هي درجة الحرارة اللي كيطيب لي عليها الكيك مزيان، وكل وحدة كتعرف القياس ديال الفران ديالها. اذا غادي نطيبها لمدة 45 دقيقة تقريبا. اللي عندها الفران ديال الغاز فغادي تنقص عليها العافية وتخليها تطيب حتى هي ما بين نص ساعة و 45 دقيقة، وما نحلوش عليها الفران وهي كطيب حتى كنشمو الريحة ديالها مزيان، يعني كتكون طابت. ولان الا حليتو عليها الفران وهي باقي كطيب واخا غير شويه كتحلو عليها، صافي ديك الساعه غتنزل وما غطلع لكمش مزيان. اذا صافي 45 دقيقه بالضبط وخرجت الكيكه ديالي. قبل ما نخرجها طفيت عليها من التحت وشعلت من الفوق حتى تحمر لي الوجه مزيان. اذا ها نتوما تشوفوا كيف كتجي
منفوخه طالعه مزيان. دابا هنا وجدت شويه ديال هذاك مركز الحامض، خلطته مع شي شويه د الماء وغليته، غادي نسقي به الوجه ديال الكيكه. بالنسبه للتزيين فغنخليها بحال هكا، لان ملي كتقطع فكافي هذاك المنظر ديال الالوان ديال الفواكه المعسله اللي فيها الداخل، ما تحتاج نزيدو نزينوها مازال. بالنسبه لهذا السيرو فيا اما يكون السيرو بارد والكيكه سخونه، او لا الكيكه بارده والسيرو سخون، ما يكونوش بجوجهم باردين وما يكونوش بجوجهم سخونين، لانهم الا كانوا بجوجهم سخونين فغادي تعجن الكيكه، والا كانوا بجوجهم باردين فما غتشربوش مزيان. اذا واحد بارد وواحد يكون سخون شي شويه. اذا وغادي نسقيها الوجه ديالها مزيان ونخليها تشرب هذاك السيرو هكذا باش كتجينا لداخل ما ناشفاش، واخا هي راها في هذيك الفواكه المعسله تعطيها الطراوه، ولكن نزيدو نسقيوها شي شويه باش تجي مزيان. وها هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا من بعد ما قطعتها. اذا هانتوما تشوفوا كيف كتجي رائعه في المنظر، واحد تنوع جميل في الالوان، وكتجي منفوخه مزيان. ها هي تشوفوا المذاق راه لذيذه جدا، راه داك المركز الحامض صراحه كتجي به الكيكه رائعه. انا اول مره جربتها غير هكذا قلت نجرب، ومن ثم رجعت معتمده عندي، لان الصراحه ما كنتش كنتوقع هذاك المذاق يجي بحال هكذاك. اذا اللي كيبغي هذوك الفواكه المعسله تبقى له على الوجه ما تهبطش في مره، فغادي يزيد يتقل شي شويه الخليط ديال الكيكه. اذا انا كنفضل انها تجيني خفيفه بهذا الشكل، واخا تجيني الفواكه الداخل، على انها تجي شويه ثقيله وتجي الفواكه على الوجه. وانتم لكم كامل الاختيار، فإلا بغيتوها تبقى لكم الفوق تقدروا تستعملوا مثلا 3 الكيسان ديال الدقيق تقريبا، وتشوفوا الخليط يكون ثقيل شي شويه باش هذيك الفواكه تشد بلاصتها. اذا هانتوما شفتوا ملي استعملنا الدقيق غربلناه مع الفواكه فما نزلاتش كلها، بقات لنا الفوق شي شويه، شويه هبط وشويه بقى. المهم انه ماشي كينزل هنا لتحت وكيتحرق، فهذيك هي اللي خايبه. اذا كنتمنى هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، اذا كنصحكم بها، خليوا لي الاراء ديالكم في تعليقات، ديروا لي جيم، بارطاجيو لا فيديو، واذا كنتو اول مره تشوفوا القناه مرحبا بكم، اشتركوا فعلوا زر الجرس وانضموا الى المجموعه على الفيسبوك، غادي تلقاو الرابط ديالها في صندوق الوصف، والمقادير كالعاده في صندوق الوصف.